اخر حاجه اللي هي تراك بيرسنت. تراك بيرسنت يا باشمهندسين هو حجم عربيات النقل في الطريق، حجم عربيات النقل على الطريق، ويعبر عنها كنسبه مئويه من حجم المرور اليومي. يعني أنا بقول لك والله يا باشمهندس صمم طريق، الطريق دوت التراك فيه 20%. تمام كده؟ التراك فيه 10%، التراك فيه 5%. فهي نسبة مئوية من حجم المرور. يعني إيه برضه نسبة مئوية من حجم المرور؟ فأنا لما أقول لك بعدها بشوية حجم المرور 20,000 فيركل بير داي، يبقى ال 20,000 فيركل بير داي في 20% اللي هم بتوع التراك، يبقى أنا جبت نسبة التراك قد إيه؟ قيمة التراك قد إيه؟ فهو بيعبر عنه كنسبة إيه؟ مئوية. وأرجع أقول لك يا باشمهندس تصميم أي طريق في الدنيا ولا العربيات الباسنجر كار بتفرق معايا في حاجه. المشكله الازليه عندنا هو التراك. ماشي؟ يعني ال 10% بس تراك يؤثروا تاثير كبير جدا في ايه؟ في سمك طبقات الرصف وفي احجام المرور وفي النمبر اوف لين والكلام ده. ماشي يا باشمهندسين؟ نرجع بقى يا باشمهندسين قبل ما ارجع بس للترافيك بروجيكشن فاكتور اللي هشرحها وهرجع ابدا بيها المحاضره اللي جايه ان شاء الله، اديك بس شويه تعريفات كده اسمعها مني. وحاجات مهمة وبتيجي في الامتحان. اللي فات ده يا جماعة باشمهندسين ده مش هيجي في الامتحان، اورلي وديلي مش هقول لك تكتب لي اورلي وديلي والكلام ده، لكن لازم تركز لي في الترافيك فوليوم ده، لازم تركز لي في الدايركشن ديستريبيوشن، في الترافيك كومبوزيشن، في التراك بيرسنت. الحاجات دي انا مش هقول لك دي اعرف لي التراك بيرسنت، لا هقول لك التي في المية. هقول لك قول لي والله يعني ايه التي في المية؟ ما تقوليش تي برضه كابيتال لتر في المية، لا مش ده ده انا عايز تعريف. خلاص ما تقوليش بقى هو بتاع ايه؟ خلاص كده يا باشمهندسين؟ ماشي؟ اللي جاي برضه ده مهم كنظري. بيقول لي ايه؟ الهاي واي كاباستي اند ليفل اوف سيرفيس. هو ايه الفرق يا جماعه ما بين حجم المرور وما بين ايه الفرق ما بين الفوليوم والكاباستي؟ برضه الكلام ده انت خدت فكره عنه في المرور. الفرق ما بين المرور والكاباستي بمثال بسيط خالص. انا بقول لسيادتك يا باشمهندس انا عندي قطاع في الطريق اهو. انت حضرتك خدت القطاع ده اهو كده ووقفت تعد عدد العربيات اللي موجوده في اللحظه دي في الطريق، فلقيتهم ايه؟ هنفترض ان ده اتجاه يعني واحد معلش اهو عشان ما نقعدش، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. اللحظه دي ما بعد عدد العربيات لقيتهم ثلاث عربيات في القطاع بتاعي ده، واحد اثنين ثلاثه، ده اسمه فوليوم بير اور مثلا، يعني عشان بس الرقم طبعا صغير. ماشي؟ ده اسمه ايه؟ فوليوم. طب الكباستي بقى بتساوي ايه؟ الكباستي يا جماعه ان انا بقول المفروض الطريق ده، المفروض الطريق ده لو احط العربيات كده. تمام كده يا باشمهندس؟ طب هو انا هحطها برصها رص يعني ضمنه يعني وكده؟ لا. انا بقول يا باشمهندس ان المفروض الطريق ده الكباستي بتاعته اقصى سعه بتاعته ياخد والله 1 2 3 8، يبقى الكباستي بتساوي 8 فيركل بير اور. طب الكباستي ده برضه عباره عن ايه؟ الكباستي ده انا برص العربيات دي على اساس ايه برضه؟ ان انا برص العربيات دي على اساس ان انا برايح حاجه اسمها الكريتيكال جاب. ما عدتش عليكم؟ لا لا طيب. الكريتيكال جاب دي يا باشمهندس اللي هو المسافة الآمنة ما بين وش العربية دي ووش العربية دي. ما يبقاش الاكسدام في الاكسدام. يعني ما يبقاش ده كده. كده أنت مش مراعي الكريتيكال جاب، كده لو الراجل وقف في أي لحظة أنت هتلبس فيه. ففي حاجة اسمها الكريتيكال جاب، والكريتيكال جاب دي ما بتتقاسش من هنا. عشان بس برضه تبقى انت ايه؟ لا هي الكريتيكال جاب من الاكسدام ده للاكسدام ده. خلاص كده يا باشمهندسين، وطبعا متفاوته من العربيه للثانيه. خلاص؟ فانا براعي الكريتيكال جاب ده يا جماعه ماشي؟ وبرص العربيات على اساسه. فهو الطريق ده في الحقيقه ياخد بدل ياخد الثلاثه اللي ماشيين 12. فايه الفرق ما بين التعريفين؟ بيقول لي الكباستي بقى يا باشمهندس يعني انا لو عايز اعرف الفوليوم هقول ايه؟ هو حجم المرور او حجم عدد العربيات التي تمر في قطاع معين. تمام كده؟ في الساعة مثلا. لكن في الكباستي هزود كلمة. أقصى عدد. أقصى عدد من العربات التي تمر خلال قطاع معين من الطريق في زمن محدد طبقا للظروف السائدة في الطريق. خلاص؟ عرفنا يعني إيه الفوليوم وإيه الكباستي؟ تمام. بعد كده في حاجة اسمها الليفل أوف سيرفيس. بيقول لك يا باشمهندس زي أي حاجة في الدنيا وأنا شرحتها الكلام ده قبل كده، الفنادق.
متقسمه خمس نجوم ست نجوم سبع نجوم في ثلاث نجوم والكلام ده كله. معروف ان السبع نجوم او الخمس نجوم حاجه اعلى من الثلاث نجوم. هو نفس الكلام احنا عندنا طرق برضه يا باشمهندس بنقسمينها التقسيمه بتاعتنا اسمها ليفل اوف سيرفيس او مستويات الخدمه. فبيقول لك مستويات الخدمه عندنا يا باشمهندس من اول A B C D E F. F ده اسوأ حاجه. الA ده احسن حاجه. طيب انا عشان اعرف اي طريقه مش تعريف مستويات الخدمه انا مش عايزه مش هيفرق معايا. اه هو موجود عندك ولا مش هيفرق معايا؟ انا عايز بس افهمك. طيب الليفل اوف سيرفيس ده الاول بيقول لك ايه؟ ازاي اوصفه؟ ازاي اعمله ديسكرايبد؟ وازاي اقيسه؟ بيقول لي عشان اوصفه يا باشمهندس بوصفه بيه ثلاث حاجات. حاجه اسمها انتنستي لو انت معاك البتاع عشان تكتب ترجمه بس انتنستي اوف ترافيك يعني كثافه المرور. ثاني حاجه فريدم اوف درايفر تو تشوز اون سبيد حريه السائق في اختيار سرعته. ثالث حاجة فريدم اوف درايفر تو مانوفر حرية السائق في عمل المناور. تمام كده؟ ده اوصف الليفل اوف سيرفيس بكده. ده ما يهمنيش قوي. أنا عايز أقيسه. يعني عايز أقول لك والله يا باشمهندس اطلع لي يا باشمهندس خد العدة واطلع لي اقيس لي طريق النصر اللي بره ده ليفل اوف سيرفيس كام؟ ماليش فيه بقى. A B C D ما أعرفش. ده شغل. وده على فكرة يا جماعة أكل عيش. المكاتب كتيرة شغالة كده. إن أنا عايز أعرف حالة الطريق ده إيه؟ عشان ابدا احسنها ايه؟ واعلي الليفل اوف سيرفيس بتاعته. طب انا بقيسها بايه بقى؟ مش سيبك بقى من الديسكرايب ده الميجرد بقيس الليفل اوف سيرفيس ديت بايه؟ بيقول لي يا باشمهندس بقيسها بحاجتين بالرننج سبيد وده بالرادار. ان انا اطلع بجهاز معايا كده اقعد اقيس العربيات اللي معديه سرعاتها ماشيه بكام؟ طبعا في اوقات مختلفه طول النهار ماشي يبقى بالرننج ايه؟ سبيد. تاني حاجة بحاجة اسمها الـ V over C ratio. ايه الـ V over C ratio اللي احنا لسه عمالين نحكي عليها دي؟ ان انا بجيب في القطاع ده حجم المرور وباخد الحجم ده يا جماعة احطه على لوحة كده واحط العربيات راس الميكانو ده بقى واشوف هي المفروض كده القطاع ده ياخد كام عربية؟ حجم المرور عليه كذا وهو المفروض لو انا حطيته بقى وحطيت الكباستي بتاعته ياخد كام؟ يبقى انا المفروض يا باشمهندس هجيب الرننج سبيد وهجيب الفيو اوفر سي. طب هجيبه واعمل بيهم ايه؟ لازم اقارنهم بحاجه بقى. ففي تيبل عندي يا باشمهندس يبقى انت خلاص كده يا باشمهندس عرفت الليفل اوف سيرفيس ازاي اعمل لها ريسكرايبد واعمل لها ميجرد ودي بتيجي في الامتحان. خلاص؟ بيقول لي بقى يا باشمهندس انا عندي جدول اللي هو صفحه 8 ده بيقول لي الليفل اوف سيرفيس ايه؟ هديك بس امثله بسيطه كده. الليفل اوف سيرفيس ايه؟ بيقول لي ايه يا باشمهندس جنب الليفل اوف سيرفيس ايه؟ الدنستي اوف ترافيك. يعني ايه الدنستي اوف ترافيك؟ يعني حجم المرور. انت متوقع ان الليفل اوف سيرفيس ايه ده هيبقى حجم المرور فيه فيري لو ولا فيري هاي؟ فيري لو. كل ما انزل بقى يا باشمهندس فيري لو لو ميديوم ريلاتيف هاي هاي فيري هاي حجم المرور عالي قوي. طيب ندي بقى مثال صغير كده بالنسبه للرننج سبيد. الرننج سبيد هنا مكتوبه يا باشمهندس ميل في الساعة. بيقول لي الرننج سبيد هنا يا باشمهندس أكبر من 50، هنفترض إن هي مثلا 50. أكبر من 50 هي المفروض أكبر من 50 ميل في الساعة. 50 ميل في الساعة دي يعني بنتكلم مثلا في 80 كيلومتر في الساعة، وطبعا في تحديث للجداول. طيب أنت متوقع بي الرننج سبيد هتبقى أكتر ولا أقل؟ أقل. بيقول لي هنا بقى من 45 ل 50 هنا من 40 مثلا ل 45 هنا بقى يا باشمهندس ستوبنج كونديشن احنا بايتين مع بعض احنا واقفين مفيش طريق خلاص بقى احنا واقفين حالا في ازدحام مروري فعشان كده احنا ما بنكتبش هنا سرعه هنا ستوبنج كونديشن خلاص بقى احنا واقفين فما فيش سرعه فالسرعه بتساوي ايه؟ زيرو خلاص وده اسوء الاحوال خلاص كده؟ ان دايما يا باشمهندس تلاقي في طريق دايما واقف. خش في طريق دايما. احنا دخلنا الطريق الحمد لله على السلامة. نقعد بقى هو بالظبط لو انت مشيته على رجلك خمس دقايق بتمشي بالعربية ساعة. فده اسمه ستوبنج كونديشن. فأنا بعمل إيه بقى يا باشمهندس؟ أنا بجيب الرننج سبيد بتاع الطريق النصري ده. وأقارن الرننج سبيد بتاعتي بالأرقام دي. طب أنا واقع مثلا 47 يبقى أنا في ليفل أوف سيرفيس إيه؟ بي. بي. طب انا واقع ماشي 42 يبقى انا في فيلوسيف سي ما تحبكهاش بقى وتقولي طب انا 50 يبقى انا ايه ولا بي؟
يعني ما تحبكهاش يعني ما انت اكيد لما تجمع متوسط عمره ما يطلع رقم كده يعني. خلاص يا باشمهندس طلع معاك 50 يبقى انت في ايه يا عم؟ خلاص كده؟ يبقى انت في ايه؟ تمام كده يا باشمهندس؟ طيب هل هو ده بس الفيصل؟ لا الفي اوفر سي كمان معايا. طب بص بقى الفي اوفر سي مثلا لليفل اوف سيرفيس بي، الفي اوفر سي لليفل اوف سيرفيس سي مثلا سي سي طالعه ب 0.75، بي طالعه ب 0.55. طب انا عايز افهم الرقم ده شويه. الفي اوفر سي معلش هنا اهو هنا الفي اوفر سي ليه ليفل اوف سيرفيس بي طلع بص كده يا باشمهندس 55 على 100 صح كده؟ وهنا الفي اوفر سي هنا كام؟ 75 على 100. طب حط هنا الفي وحط هنا السي. يبقى لما قست حجم المرور في الطريق اللي هو الليفل اوف سيرفيس بتاعه بي لقيتهم اللي ماشيين 55 عربيه. لكن لما رصيت كباستي المفروض ياخد 100. طيب في الفي لا حجم المرور زاد ايه؟ شوية بقى ال 55 بقت 75، فعشان كده بدأت مستوى الخدمة ايه؟ يعني الطريق بدأ يبقى زحمة ايه؟ شوية. طب انزل بقى يا باشمهندس عندي اي اي طلع 1.15 يعني الفي اوفر سي 115 على 100 نايس واحد. يعني حجم المرور ماشي 115 عربية بس هو الكباستي 100. طب انت الناس دي ماشية فين؟ الناس دي ماشية بقى مفيش كريتيكال جاب اكسيدمنت في الاكسيدمات مفيش شولدر الناس دي هتمشي على الشولدر خلاص بقى يعني خصوصا طبعا مش خارج طبعا خارج المدينه مش داخل المدينه داخل المدينه هيمشي على الرصيف ولو ان في موتوسيكلات بتمشي على الرصيف عادي خلاص يبقى مفيش شولدر خلاص ومفيش جزيره خلاص فاذا عشان كده في 115 موجودين وقابل للزياده بقى في الاف. فهمت يا باشمهندس الجدول وازاي انا بقيس الفي اوفر سي وبقيس ازاي البتاع؟ الجدول ده مش حفظ ومش عايزك تحفظه، انا كل اللي مطلوب من حضرتك ركز معايا اهو، الكباستي كتعريف، الليفل اوف سيرفيس ازاي بعمل لها ديسكرايب وازاي اعمل لها ميجر، تمام كده يا باشمهندس؟ والنقطة اللي جاية دي اللي هي الفاكتورز افكتنج كباستي اند ليفل اوف سيرفيس. ايه هي العوامل المؤثرة في الكباستي والليفل اوف سيرفيس؟ اسمعهم بقى بسرعة كده. ايه العوامل اللي متاثر معايا في الكباستي والليفل اوف سيرفيس دي يا باشمهندس؟ يعني ايه العامل اللي هياثر معايا في الليفل اوف سيرفيس من A ل B ل C او كانت A هتنزل ل B لو كانت B هتنزل ل C والكلام ده؟ بيقول لي في عوامل خاصه بالطريق اسمها الروت فاكتور. الروت فاكتور ديت زي ايه؟ اللين ويتس طبعا كل ما اللين ويتس كانت اكبر كل ما ده هيبقى احسن. طب هو اللين ويتس اكبر لين ويتس 3.75 متر تمام كده يا باشمهندس؟ ممكن توصل لحد 3 متر. طيب النمبر اوف لين كل ما عدد الحارات كان اكبر كل ما هيبقى احسن. الفيرتيكال اند هوريزونتال الاينمنت كل ما الطريق كان فيه ستريت فانت عمال بقى تتشقلط يمين وشمال وتيجي يمين وتيجي شمال براحتك وعمال تتحرك فيه مانوفر حلو بالنسبه لك والدنيا حلوه. لكن في الفيرتيكال الاينمنت والهوريزونتال الاينمنت يعني تيجي في الهوريزونتال في التخطيط الافقي لو في كيرف تلاقي نفسك ايه؟ مسكت جامد في الدريكسيون وبدات تمشي ببطء شويه. طبعا كل ما يبقى فيه فيرتيكال وهوريزونتال طبعا الفيرتيكال موجود على طول بس هي الفكره في ايه؟ في الجريد نفسه. فده عامل من العوامل المؤثره في الليفل اوف سيرفيس والكباستي. اللي بعدها اللي هي الاكسترنال لين ديت الحارات المساعده. طبعا الحاجات دي يا جماعه سبتها بالعربي برضه اكتبها لما اجي لك في الامتحان اكتبها بالعربي انا بقولها لك بالعربي والانجليزي اهو. دي الحارات المساعده. اللي هي زي ايه حارات المساعده يا جماعه؟ اللي هي حارات تهدئه السرعه وحارات زياده السرعه، انت جاي من هنا يا باشمهندس وعايز تخش يمين. ماشي؟ طيب الراجل اللي جاي وراك ده عايز يخش في الطوال، فانت كده يا باشمهندس هتلبسهم بعض، لما تيجي في اللحظه دي تتحول، فانا عشان كده بقوم عامل لك هنا كده او عامل لك كده. خلاص؟ فانت تقوم جاي من هنا كده داخل هنا كده وداخل الطوال بتاعك، دي اسمها حارات ايه؟ مساعده. ديسيلريشن واكسلريشن وهندرسها في الترافيك ايه؟ في الانترسكشن ديزاين في الاخر خالص. شولدر ويتس كل ما الشولدر ويتس حضرتك عرضه بيزيد كل ما كان يبقى احسن. الشولدر ويتس عرضه بيبقى قد ايه؟ يعني لو انا 100 100 والدنيا حلوه وزي الفل 3 متر. بعمل الشولدر عرضه 3 متر ليه؟ عشان لو عربيه نقل عطلت توقف كلها على الشولدر. ما تبقاش عامل لي مشكله في حرم الايه؟ الطريق. تمام كده؟ كل ما عرض الشولدر بيقل ممكن يوصل لحد زيرو طبعا ده بيأثر لي انه هياخد لي حاره من الايه؟
من الطريق فهيأثر لي في قيمه الايه الكابستي. الليترال كليرنس، الليترال كليرنس اللي هي المسافات الايه الجانبيه. كل ما يا باشمهندس حضرتك العربات كده اهي ماشي، كل ما العربات بعيده عن بعض انت ماشي ما فيش مشاكل بالنسبه لك، كل ما العربات بتقرب من بعض مشكله بقى خلاص، انت مرايتك هتهبط في المرايه وتلاقي نفسك ماشي عمال ايه اللي هو ايه حاطه عامل الحته دي ولا هو اللي هيطلع كده يعني. فكل ما المسافات الجانبيه ديت بتزيد كل ما يبقى ايه احسن. بعد كده السيرفس كونديشن، حاله الرصف او يعني حاله سطح الايه الرصف اللي انت ماشي عليه، هل هو ويت ولا دراي، الارض مبلوله حضرتك ولا الارض جافه. الارض مبلوله حضرتك برضو تبقى ماشي ماسك في الدريكسيون وماشي ببطء علشان الارض ايه، فطبعا ده مؤثر من العوامل المؤثره في الليفل اوف سيرفس. السايت ديستانس، مسافه الرؤيه، حضرتك شايف قد ايه قدامك، في شبوره كاسيه ما انتش شايف غير متر قدامك، فمشغل اشارات في قدام وورا وماشي بالراحه، فده مؤثر من ضمن المؤثرات اللي هي في الايه في الكباستي. اخر حاجه ديزاين سبيد بقى اللي هو السرعه التصميميه. طيب من ضمن العوامل بقى المؤثره قلنا في عوامل خاصه بالطريق وفي عوامل خاصه بالمرور. حظكم بقى في راجل جاي مستنيني، فانا هنكمل النقطه الاخيره دي المره اللي جايه ونخش على المسائل. فاكتورز اللي هي العوامل الخاصه، ولا في الغيب ما جاتليش يا جماعه. العوامل الخاصه بالمرور بيقول لي ايه؟ التراك بيرسنت بالنسبه لاوائل التراك مؤثر كبير جدا. لو في تراك ولا ما فيش تراك. تاني حاجة انتربشن اوف فلو، طبعا انتربشن دي هتبقى كلمة تقيلة على قلبك، اسمها الاختناقات المرورية. كل ما يبقى فيه اختناقات مرورية حضرتك كل ما الطريق الليفل بتاعه هيبقى سيء. خلاص كده يا باشمهندسين، المرة اللي جاية إن شاء الله يا باشمهندسين هنبدأ بالترافيك بروجيكشن فاكتور. دي هي طبعا أنا سبتها للآخر ليه يا جماعة؟ لأن هي ديت اللي أنا هحل بيها المسائل. فأنا سبتها عشان أبدأ بيها وأخش على المسائل إيه؟ في حد ليه أي سؤال في أي حاجة بعد الدكتور غياب بقى يا جماعة؟